في هذا السوق الشعبي في قطاع غزة صورة تعكس حجم المنافسة الودية بين التجار بتسويق بضائعهم، وعلى عكس ما يصنعون هدوء هذا المسن صاحب العربة المتنقلة هو ما يلفت انتباه الزبائن. أما عن بضاعته الخضراء فلها الحظ الأكبر من الإقبال في شهر رمضان. والله هي تقريبا الوجبة الرئيسية بتكون في يعني من ضمن الوجبة الرئيسية الخضار هذا ببيعها في رمضان، يعني معروف في غزة خاصة في رمضان الخضار هذا أكثر شيء، يعني ببيعها طول السنة بس في رمضان عليه إقبال أكثر يعني بصراحة. هنا لا يكاد يخلو ممر من بائعي الخضروات الورقية، فالجرجير والنعنع والبقدونس خضروات تضفي نكهة على أطباق الصائمين، غير أن شكلها ولونها يزين مائدتهم الرمضانية. بطلبوه جنب للسلطة للخضار للشوربة للحاجات زيك، جنب السفرة بحطوا عينات زيك وبيمشي الحال. يعني الأسعار كان مناسبة، يعني زي الجرجير يعني التنتين بشكل، الروكة الواحدة بشكل، والبصل الأخضر طبعا كل المناسبة تاعت الخضرة الخضار كلها منيحة. حجم الطلب على هذه الخضروات لا يعكس حقيقة وضع الخضروات والبضائع الأخرى على مستوى الطلب والأسعار التي شهدت تصاعداً في قطاع غزة مع بداية شهر رمضان. فالظروف الاقتصادية جعلت المواطن يقتصر في شراء مستلزماته الرمضانية على الأساسيات فقط، ظروف ضاعفتها أزمة كورونا. شروق شاهين، تلفزيون سوريا، قطاع غزة.